هنا يا بنتي. ايوه يا بنت. انا ما بعرفش اجاوب الحديث، بس يعني ربنا اعطانا امانه وراضي يستردها. تزعلي؟ البقاء لله يا بنتي. ابوكي جاب الرب كريم. أنا فين؟ الحمد لله على السلامة يا دراي. أنت في بيت جوزك. سبحان الله، بيقبض روح عشان يشيع غير. روح إيه؟ الدكتورة كانت هنا وكشفت عليكي وقالت إنك حامل. حامل؟ أيوه، ومحتاجة راحة ووكل زين. أنتوا هترحموني إمتى؟ مش كفايه بقى؟ حرام عليكم، انتوا عايزين مني ايه تاني؟ الحكايه دي يا علي باشا حكايه صعبه مش سهله. ما تاخذنيش، يعني محتاجه شويه وقت. ما تلفش وتدور عليا يا سيدنا الشيخ. أنا سألت في المعامل بتاعتك من وراك، وعرفت إن الناس شغالة تمام. الكمية الأخرانية اللي جات لك قليلة، بس شغالين يا نور. بص علي باشا، البضاعة دي طالعة لأصحابنا في الجبل وسينا وتحت عينين الناس اللي فوق. ما تاخذنيش، يعني المعلومة اللي عندي إن سعادتك في إجازة ومفتوحة كمان، صح؟ صح يا نور. طيب ساعتها بقى ما ترضليش الأذية، لما سامي زلط يعرف إن أنا اديتك البضاعة دي. شوف يا نوح، أنا هستلمهم منك بيع وشراء، والجهاز ملوش دعوة بالكلام ده كله. موزع يعني؟ بالظبط كده. أيوة، بس ساعتك عارف إن أنا طول عمري بنقل وبوزع، وما سبقليش إن أنا غيرت الحكاية دي. غيرها يا نوح، غيرها، واللي هتطلبه هتاخده. ماشي علي باشا، ماشي. لا يا عم علي، المير مين وبتاع مين؟ لا طبعا ما اديتلوش حاجه، انا كنت بس كده بجري في الكلام. انت برضه على فكره المفروض تعمل كده لو اتصل بيك او حب يقابلك. يا عم الحكايه مش ناقصه شبهه. لا لا لا، ده جربان وبيعدي دلوقتي، ابعد عنه. طيب طيب، سلام يا عم. الحمد لله على السلامة يا ست العرايس. الله يسلمك يا حبيبي. ما خرجتش يعني؟ هخرج ليه بقى؟ ما المدام خرجت وراحت الموقع وقابلت المهندسين والاستشاريين والعمال واطمنت على كل حاجة، ومش بس كده، بعد قعدت وشربت الشاي كمان، مش كده؟ هما قالوا لك؟ وحتى لو يا نوحي حبيبي، ايه المشكله ان انا اتابع شغلنا؟ ايه اللي يعصبك في حاجه زي دي؟ انا لسه ما اتعصبتش يا ست العرايس، لسه ما اتعصبتش. قلت ايه شري؟ لاني ممكن في ثانيه افرقع في وشك. جرى يا نوح؟ هو برجاز وهيفرقع في وشي ولا ايه؟ ايه اللي يضايقك في حاجه زي دي؟ اللي يضايقني ان حريم نوح السباعي يخطوا خطوه بره البيت من غير اذنه، بالذات لما تبقى الخطوه دي خاصه بشغله او راس ماله. الله، طب ما هو راس مالي انا كمان. انت فاهمه غلط، انت حيالله ليك حصه قد كده، حتى لك هي وارباحها لما الحكايه تمشي. مزاجي انا. يعني ايه بمزاجك؟ انت ناسياني الفلوس فلوسي ولا ايه؟ اه، بس احنا في بينا ورق بيقول ورق. ورق يا مهرات دي حاجة بيننا وبين بعض، حب يعني، كلام كده بالراجل ومراته. ده من الناس الكبار اللي أنا بشتغل معاهم ما يعرفوكيش.
يعني ايه؟ يعني انا فهمتك من الاول وفهمتك صحيح. انت ست غاوية طنطيط ومنظره، وفي اول لحظه فردتي قلوبك وروحتي تسالي ليه وازاي، والناس اللي انا بشتغل معاهم بقى انا بيحبوا حد يقول لهم ليه ولا ازاي. باختصار يا ست الستات، انت واقفه عليا بالخساره. الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور، الكلام ده وكلام اوحش منه هتسمعيه لو رجلك وقفت هناك تاني. انا اهم حاجه عندي يا فريال السمع والطاعه، فاهم؟ اسمع كلمه حاضر. حاضر يا نوح. خليها الشيخ نوح، الشيخ نوح احلى. حاضر يا شيخ نوح. تاني يا منى، تاني بتخونيني يا بنت الكلب؟ مع مين؟ مين ابو المره دي؟ ها؟ انتي انتي اللي مامت السكك يا واطيه. ايه ده يا علي؟ انتي حرام عليك يا ابني، مرتك حمل اللي بطنها هيموت. خليه يموت يا اما، خليه يموت، بس هي لازم تموت قبله. حرام عليك يا ولدي، ده روح مالوش ذنب. الذنب ذنب امه، ده مش ولدي، اللي بطنها مش ولدي زي اللي قبله يا اما. انت بتقول ايه يا علي؟ بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا اما، اللي سمعتيه دي زانية. الولد ده مش من صلبي، عرفت دلوقتي؟ عشان كده جبتها هنا عشان تربيها يا علي. بص علي، انت صحيح زي ما بيقول علي زانية وخاطية وموحلة اسمه في الطين؟ ابنك ده مجنون وما يتعاشرش. وعشان كده رحت لواحد تاني لبره عشان تعاشريه. انت اللي زيك اهلها ما ربوهاش، لكن يربوها كلاب الزكك مش الاكابر. امشي اطلع بره، غوري غوري يا زانية يا نجسة يا غربة مقطوعة، امشي اطلع بره، غوري غوري السلام عليكم يما. انت مين يا ولدي؟ سلام تشوف يما، انا ولدك علي. ولدي علي مات. ليه بتقول كده يما؟ انواني لسه عيله بنت 12، كنت بسمع كل السعيد يقول بيت البيري مكسوف عمره، ما بيعمرش فيه راجل لحد شيبته ابدا، بيت حريم عاد. لحد ما مات ابوي وجه ابوك، مات ابوك وجيت انت، ربيتك وكسرت بيك لسان كل اللي كان بيقولوا ان بيت الميري بيت حريم، وبقى بيت الميري اكبر بيت في الزمام وباسم راجله. اسمك انت يا علي، اسمك انت. بس ده كلام مات من زمن يما. لا ما ماتش يا علي، بيت الحريم عادي علي، بس انه بادي ورجله حي. كلام ايه اللي بتقوليه يماي؟ انا اقطع لساني كلب يسمي اسم بيتنا بالعريم؟ ده بيت علي الميري وانا علي الميري يما. اخلص سد حنكك النجس على اسم ابوك، انت مش ولدي، انت دعوة امك اللي اتردت. ايه بتقول كده يما؟ ليه؟ ليه؟ فردت فردك، فتحت فرشتك لظهر راجل غريب، حطيت رقبتك تحت مداس الفجر عشان خايف من ابوها وعايز ملكه، وبدل ما تذبحها لا استنيت لما غار وخطفتها كيف الكلب وجبتها رميتها في حجري.
رخصت يا علي، رخصت امك وعملت منها نبوت ورد الشفه من وراك في مرضك. ليه؟ ليه عملت كده يا علي؟ ليه؟ حب علي يدك يما تسامحيني. ما تقولش امك. واسمع، انا رميت مرضك بره ونظفت البيت من نجاستها وعفيت يدي عن دمها. اما انت اطلع بره، مش عايز اشوفك هنا تاني. اخرج بره. امك ماتت، امك ماتت وجنة ربنا تحرم عليك.